مواصفات فتاة أحلامك. مواصفات فتاة أحلامي إنها تكون متربية ويكون عندها كبير في العائلة ومتدينة، يعني تبقى يعني بص للجانب ده شوية. ما فيش بقى مواصفات شكلية، مواصفات لا 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 أي حاجة تانية؟ لا 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 خالص، يعني تكون لا ليها كبير وحلوة. كبير دي حسنا كبير الكفر. احمد مكي في رمضان بقى الجزء السابع ان شاء الله. ليها كبير كبير. طب يعني اهو بيقول الراجل، بيقول مواصفات فتاة احلامه، حاجات بسيطة اهو يا جماعة، مش شايف ان الموضوع صعب يعني بكمية البنات اللي بتسمع الحلقة النهاردة؟ مش هقول هنزل الاقي تحت الكبير. فاي حاجة اي حد فيكم فيه المواصفات دي تفضل عنه. ده انا اتشرف. هتقضي اليوم ده ازاي؟ هتحتفل بعيد الحب ازاي؟ انك سنجل منجل ولا مين قالك؟ مين قال؟ شفتي في اخر الحلقه بقول لك دي اهو. مين قال؟ صحيح انا اسالك سؤال، نسيتي تساليني السؤال ده. لا ما انت قلت لي منفصل، فانا اعتقدت انك سنجل، بس مش معنى مش كل منفصلين سنجل. صحيح، شفتي بقى الفكره الجديده دي. لا صحيح، فانا هغني وانا اللي كنت فاكره ان منفصل. يبقى التاريخ طلع، التاريخ طلع منفصل بس مش سنجل. طب خلاص، كنا يعني كنا على الاقل عشنا الحلم معاك. كلمه توجهها لجمهورك، الناس اللي بتحب على اغانيك وداخله في موسم عيد الحب، انهي اغنيه من اغانيك اكتر واحده بتتسمع في عيد الحب وتقول للحبيبه ايه؟ بيت كبير. بحس ان اغنيه بيت كبير بتعبر اكتر عن الناس اللي بتحب لحد النهايه، يعني مش اغنيه لدرجه في اول مراحل الحب بس. فاغنيه بيت كبير انا بحبها وبحب كلامها جدا ولحنها. وخليني في حضنك بتعمل ايه؟ وخليني في حضنك برضو حلوه جدا، بس اعتقد انها شكل تاني من الاغاني الحب، يعني ده تحس ان هو موقف مشهد دلوقتي حالا. خليني في حضنك يا حبيبي، ده في حضنك قاعده وارتاح. نصيحه للعشاق. نصيحه للعشاق، خلي احب بس ما تخافش، يعني خلي بحب يعني حب وعبر على طول عشان يا تتوكل على الله يا تكمل.